السويتس اللي بنعملهم نعم. نحن اللي نحن ما بقى نعملهم yeah. اليوم اللي يمكن اماتنا بتعملهم وحتى بنقول بس اطيب التيتا كيف بتعملهم يعني. وبنعرف انه انيسه حلو هي طبخه مشهوره عالميا نعم. هي اللي عطت نعم. هالوصفه. خبرينا ليه انيسه حلو كيف صار كمان التعاون معها؟ هلا انيسه يعني coming from her experience يعني اكيد هي بتعرف كثير بهذا المجال عندها كثير اكسبيرينس لهذا السبب وسبق انه متعاملين معها سو حبينا انه هي تكون معنا كونتريبيوتر بالكتاب. التعامل معها كان كثير حلو كان كثير كثير كان حلو يعني ساعدتنا كثير وطبعا بالنسبه للاشياء حبينا تكون الشيء الريسيبي اللي عم نعطيها كمان خفيفه يعني ما تكون شيء كثير ثقيل يعني في اكيد بعض الحلويات الاتقل من هيك بس نحن فضلنا تكون شيء يعني خفيف بيقدر ينعمل بعده يعني تو ا سيرتن اكستنت بيقدر ينعمل حتى الليموناده حتى المغلي نعم يعني الاشياء الهينه اللي يمكن كل يوم كمان نحن ممكن نعملها صح صح نعم طيب وحسيتي انه يعني التيم يعني كنتوا انتم تيم كبيره كلكم ساهمتوا تطلعوا هذا الكتاب طب وقتها هيك شفتي انه كتابك اللي انت طلعتي الفكره اكثر شيء منه شو كان شعورك تجاه هالكتاب الحلو القريب يمكن اللي كلهم بحبوا يخطوه لانه بتحسيه فيه رسومات وسهل شو كان هيك شعورك تجاه هالشيء شعور عن جد كثير كثير حلو اكثر شيء مثل ما قلت لك كارن انه لانه شيء يعني عم تحسي عم تحفظيه بطريقه يعني عم بيضله للاجيال اللي جايه عشان هيك اكثر شيء يعني كان شعور يعني كثير رائع اكيد في شكر يعني كثير كبير لمثل المانجينج دايركتور تبع الشركه الماركتينج دايركتور هن اكيد يعني they supported me a lot اذا بدك يعني مهدوا لي الطريق لاقدر انا اكون الاوثر تبع الكتاب والحفل كان كمان كثير حلو هنيك يعني عملتوا شيء يمكن شوي هيك اوتستاندينج في كان الصيفي يمكن بجولاي 1 الخميس نعم. الماضي نعم. افتتحنا الكتاب هنيك اجا ناس يعني اجا كل اور كونتريبيوترز هي لانه عيد ميلاد الشركه العاشر سو اجا كل الناس اللي صرنا متعاملين معها من اوثرز لالستريترز لجرافيك ديزاينرز كلهم انجمعوا بحفل واحد نعم. بكازاكو بالصيفي اكيد كان يعني ات واز ريلي ا فيري نايس اكسبيرينس وبتشكرهم يعني كمان اوكي هلا كمان كنا عم نحكي انه الرسومات كثير ساهم وبنعرف انه exactly. انجيلا نوربتليون هي اللي رسمت طب ليه نقيتوا انجيلا هي تعمل اذا بدك يعني تقدر تنقل الاقوال بالصوره هلا مثل ما لاحظتي انت اذا شايف اذا لما شفتي الكتاب انه الالستريشنز بتلاقيهم خفاف صح يعني ذير فيري بطريقه كثير مهضومين يعني بيضحكوا نعم انجيلا هي ستايل تبعها هو هيدا ستايل يعني بتحسي بينقل الطريقه الايديا يعني بطريقه كثير خفيفه ومهضومه لهالسبب يعني نحن نقيناها كمان معنا عندنا اكسبيرينس مع انجيلا شاطره كثير هي عملت الالستريشنز واللاي اوت تبع الكتاب وكان كوردينيشن كثير ناجح يعني بينها وبينها انا بين تكست هي بين الالستريشنز واللاي اوت هلا اكيد عدا الاقوال اللي بتحكي عنها والحكم في نصائح في ارشادات بكل قسم ارشادات التيتا اللي خاصه اكيد بالقسم اللي عم تحكي عنها لنقول ارشادات تنظيف البيت واشياء كثير مهضومه انه شو لازم تحطي سكر اذا وقعتي عتيبك حلو تنقعيه بالسكر بيروح يعني اشياء عن جد انا تعلمتها بدي اجرب اعملها بعدين اكيد بتحكي عن النوم ارشادات النوم كيف لازم تاكلي تفاح قبل النوم بيساعد بعدين ارشادات الطبخ انه اذا بدك تسلق البيت حطي معه ملحك بتقشري بسرعه اكثر والى اخره الى اي مدى هالارشادات هي بتحسيها صح مضبوطه يعني انه اذا نحن جربنا نطبقها رح نلاقي يعني نتيجه نعم هلا هو من ناحيه التطبيق اكيد اذا بتطبقيهم يعني بعضهم صح اكيد ببعضهم صح يعني ما بعرف تو وات اكستنت نحن بعدها بنستعملهم اليوم اكيد مع كل الاشياء يعني اللي بتسهلنا يعني نحن ما بدنا نعملهم نعم يعني نحن ما هدفنا انه بس هو انه تيجي تطبقيهم وهيك الهدف انه تحفظيهم بطريقه لهول الافكار والارشادات لما تروحوا بالنسيان مضبوط سو
يعني اكيد بس بيتطبقوا، بس ما في شيء يعني بترو يعني بيوند ليميت، يعني ما في شيء دينجرس، يعني كله ضمن ضمن الحدود يعني. إيه كلها اشياء طبيعيه، كلها طبيعيه، وبتصور الرجوع الى الطبيعه هي كثير مهم هالايام. اشياء كانوا مضبوط، اشياء كانوا يستعملوا من زمان، يعني واي نوت يعني. اكيد لا اشياء كثير حلوه. طب اليوم قد ايه هالارشادات وهالحكم وهالاقوال، خصوصا انه انت بعدك شاب يعني اكيد من النيو جينيريشن من الجيل الجديد، قد ايه بتحسي هالاقوال اللي وقتها تقريها وهالحكم وهالارشادات قد ايه اليوم هي يعني بتحسيها جزء من حياتك اليوميه، وقد ايه مهمه اليوم يعني ترجعي لشيء، يعني انت عم تحكي بتحسي انه بترجعي للاقوال، انت عم تعملي شيء بتفكر انه يي رح اعمل مثل ما كانت قايله لي ستي، او بتحسي انه بس عملت الكتاب تما ينسون واني ما رح يكون يعني ما رح تعوزيهم او ما رح يعني تلتجي لهم. لا عن جد يعني بعضهم الاقوال هني بياثروا فيي. لما تعيشي كارن مع حدا تحبيها هالقد ويكون يعني له يعني قيمته بحياتك، اكيد بياثروا فيكي على فتره كثير طويله. اكيد مش بس يعني مش بس انه حطيناهم بكتاب وخلص ننسى عنهم، بسمعهم كثير يعني بعدني بيترددوا، في كثير ناس اصلا بعضهم بيقولوا كثير منهم مهمين بحياتي، ما بستبعد انا كمان يمكن اقولهم يعني in the future years. سو لا لهم قيمتهم يعني بضلهم لهم قيمه اكيد. على كل حال هالاقوال نحن بنتشكك لانك حطيتيهم بكتاب، وكتاب للكبار مثل هو للصغار. هو لاول ايج نحن باقوالنا اصلا على طول وقتها بدنا ناكد اللي عم نقوله، بس عم نقول ما بيصح الا الصحيح، صح. كذب قصير يعني على طول على طول حتى بحكينا اليومي بنستعمل هالاقوال كلها اللي بنشكر اكيد كل جدودنا على هالحكم اللي عطونا اياه، ونحن بنجرب نعطيهم كمان للاجيال الجديده. على كل حال على الشعيان نحن نتشكرك لوجودك معنا باستديوهات الام تي في، وجود لك، نتامل انه نقدر كمان مع تورنينج بوينت تقدر تنشري كتب بهالمجال بعد اكثر. ثانكس ا لوت كارين. انا كمان بحب اتشكرك، بحب اتشكر التورنينج بوينت، المانجينج دايركتور، الماركتينج دايركتور، اكيد الزهايمرز اسوسيشن، أنجلا، إنسا، يعني كل يلي اشتغلوا معي على هذا البروجكت وساهموا بنجاحه. نحن بنتشكرهم كمان، وتحية كبيرة للأزايمر أسوسيشن أوف لبنان، ونتأمل إنه هالكتاب بيقدر يبيع تيقدر كمان يساهم بهالمرض المؤلم اللي عم بيضرب كثير من الكبار بالعمر. وتحية للكبار بالعمر اللي أكيد اللي عن جد لهم دور كثير 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 كبير يعني بحياتهم. أكيد اللي بيقولوا ما بيربى جيل، هيدا كمان قول الا ما يفنى جيل. بقى بحب خلص فقرة كتاب اليوم انه تحيه كبيره لهالجيل اللي عم بيخلص نحن نستمر. ميرسي كثير. هلا بنبقى مع بريك اليني بنرجع لبقيه فقرات اللايف.